السلام عليكم إخواني أخواتي، سليم زمي فيسبوك يوتيوب. Hi everybody on YouTube. I want you to follow me what I'm gonna do. I'm gonna show you this paint acrylic. How I'm gonna do it less than 15 minutes. Je vais vous montrer cette peinture, comment je vais le faire. Je vais le peindre avec l'acrylique et je vais le faire moi 15 minutes. اخوان اخوات غادي تابعوني غتشوفوا لي كيفاش غادي هاد اللوحه هادي اقل من 15 دقيقه وهي اللي كنصبغها بالاكريليك. اكريليك يعني ديال الماء ماشي الزيت. غادي تابعوني اليوم عشرين شهر ابريل 2020. تابعوني الله يخليك. شكرا. ذلك اقل من 15 دقيقه كما قلت لكم. وهو لا as you see I needed less than 15 minutes. This with my technique, my prop technique, you can paint. I mean, anybody can paint, even if you never try, just try it. Next time I'm gonna do more painting similar and I explain to you how to use the primary color. Is the trick is the primary color. يعني المرة الجاية إن شاء الله غادي نقول لكم أنا كيفاش ديروا البرايمري هو الفراش علاش كنسمي على الطلاش؟ لأن كنفرش هاد الصبغة هادي ما كدارش بالوقف، ما كتوقفش اللوحة كديرها بلا كتفرش، هادشي علاش كنسمي على الطلاش. لا ريزون واي I call it طلاش because I do طلاش because everything will be kush after kush, kush after kush. That's the reason why I call it talash. It's my proper technique. I just discovered this. I discovered the technique. I've been doing that for almost 6 years now. 6 years I've been doing that. Je fais ça, ça fait longtemps, ça fait 6 ans que je fais ça, cette technique. So, je suis en train d'accélérer et de développer le plus. يعني اخوات هادشي كنمارسو هاد التكنيك اللي كندير جديده هذيك
ولكن ما هذه ست سنين وانا كتبت. المهم هذه التكنيك هذه ديالي انا، خاصه ديالي انا اللي خلقت هذه التكنيك هذه. يسمحوا لي على الكلمه ديال خلقت، يعني ما كاينش شكل اخر بالمصطلحات العاديه باش نقول لك يعني افونتي. المهم هذه التكنيك هذه راه اي واحد فيكم يقدر يسبق، يقدر يدير لا بانتور واخا ما عمرو دارها، واخا ما عمرو دار لا بانتور يقدر يدير شنو ما نطبوش. المهم خليكم معايا، تابعوني فيسبوك، حاولوا تشجعوا في يوتيوب. الى تشجعتوا في يوتيوب بزاف غادي تساعدوني باش غندير لكم دروس في الرسم ودروس في اللوحات على طريق يوتيوب. اوكي، وما تنساوش تعطيني هذا هاد الصبع ماشي الوسطى هاد البوس. علي شكرا لكم، نتلاقى معكم ان شاء الله مره اخرى. سلام عليكم. ثانك يو فيري ماتش فور يور تايم. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.